لماذا تعتبر سيارات رولز رويس باهظة الثمن؟ لماذا قد يصل سعر بعضها إلى ملايين الدولارات؟ تابعوا معنا. تصنع شركة رولز رويس إحدى أفخم السيارات في العالم، وهي ليست الوحيدة بالطبع، فهناك شركات أخرى كبينتلي ولاند روفر ومايباخ، لكن رولز رويس تتفرد بصنع سيارات بشكل يدوي. ما يعطيها هذه الفخامة هو الأبهة التي يدفع العملاء مبالغ ضخمة لقائها، لا تقل عن بضعة مئات آلاف الدولارات، وتصل في بعض الأحيان إلى الملايين. بإمكانك شراء النماذج الأساسية من تلك السيارات، والتي تأتي بتقنيات رائعة ولمسات فخمة، لكن بإمكانك أيضا إن كنت تملك المال طلب تعديل تلك السيارات على ذوقك الخاص، ما سيكلفك الكثير من المال، وبالتالي لا يمكن وضع رقم أعلى لسعر سيارات رولز رويس، بل أن هذا السعر يتناسب مع الطلبات الخاصة التي تريدها. أولا، ما هي تلك الإضافات والتعديلات؟ طلاء الهيكل الخارجي للسيارة لكل مستخدم. في البداية، الشيء الأساسي والأولي الذي بإمكانك تعديله هو لون السيارة. بالطبع هذا أمر توفره أغلب شركات السيارات، لكن رولز رويس نقلت هذا التعديل إلى مستوى احترافي وخيالي تماما، حيث توفر الشركة أكثر من 44 ألف درجة من الألوان، وليس ذلك فحسب، بل بإمكانهم تقليد لون ما أعجبك وطلاء سيارتك بهذا اللون تحديدا، كلون قلم حمرة مثلا، أو لون فراء كلبك الخاص، أو أي لون تراه عيناك وتعجب به. هذه إحدى الأمور البسيطة جدا والتي تولي لها الشركة اهتماما كبيرا. الأمر مهم لدرجة أن الشركة لا تسمي عملها طلاء السيارة، بل تعتبر هذا الاسم رخيص ومهين، بل تطلق على ورشة طلاء السيارات مركز اللمسات النهائية السطحية. وفي الحقيقة هم محقون، إذ أنهم لا يطلون سيارتك كباقي الورشات المحلية، بل يضيفون 7 طبقات من الطلاء والتغطية، وبإمكانك الحصول على ما لا يزيد عن 23 طبقة من الطلاء، والتي قد يصل وزنها إلى 45 كيلوغرام. لا يتوقف الأمر على اختيار اللون، بل بإمكانك اختيار مادة الطلاء. على الرغم من أن اختيار مادة الطلاء أمر شائع لدى كافة ماركات السيارات تقريبا، لكن رولز رويس تتفرد بهذا الأمر، إذ أن أحد العملاء الأثرياء طلب إضافة 1000 ألماسة إلى الهيكل الخارجي لسيارته. التزيين والزخرفة اليدوية. يقول السيد مارك كورت، وهو المسؤول عن زخرفة هيكل السيارة الخارجي لسيارات شركة رولز رويس موتورز لموقع بيزنس انسايدر، أن مهمته تتجلى بوضع تلك الخطوط وإضافة لمسات على جوانب السيارة. ما يميز هذا العمل أنه يقوم به شخصيا وليس باستخدام الآلات والروبوتات، وهو الوحيد المسؤول عن وضع تلك الخطوط في الشركة، وعادة ما يستخدم فرشاة مصنوعة من شعر السنجاب. يقول مارك كورت أن معظم الفرش اليوم مصنوعة من طرف الإنسان وليست طبيعية، ما يعني أنها تترك بقعا وعلامات غير مرغوبة على تلك الخطوط. أما ما تستخدمه الشركة فهو شعر طبيعي، وهو لا يترك أبدا أي علامات. وهكذا يبدو أن الشركة تعمل وفق معايير محددة ومعايير رفيعة بلا شك. علامات فارقة في الهيكل الخارجي. الهيكل الخارجي المختلف في سيارات الشركة هناك أمور وعلامات فارقة تميزها عن غيرها، وهو ما يجعلك تعلم أن هذه السيارة التي تسير أمامك هي سيارة رولز رويس، حتى لو لم تدري ما طرازها وفي أي سنة صنعت. هناك الشبكة الأمامية الشهيرة التي تمتاز بها جميع طرازات الشركة، والعجلات الحاوية على شعار الشركة RR، والأهم من هذا كله تمثال روح النشوة Spirit of إكستازي الموجود في المقدمة، والذي يمكنك تعديله بطرق مختلفة أيضا. في الحقيقة دفعت شركة BMW الألمانية سنة 2003 ما يعادل 65 مليون دولار لكي تستحوذ على حقوق اسم رولز رويس وشعارها وتمثالها الشهير. المقصورة الداخلية، قصر فخم متحرك. توفر الشركة لعملائها تجربة قيادة مريحة جدا، تحديدا من ناحية عزل الضجيج والأصوات الخارجية. فمثلا تضيف شركة رولز رويس نحو 130 كيلوغرام من المواد العازلة للصوت في المقصورة، حتى أنها طورت عجلات محشوة برغوة خاصة تخفف الضجيج الناتج عن الاحتكاك بالطريق بنحو 9 ديسيبل. وفي الحقيقة كانت
فعالية هذا العزل الصوتي كبيرة جدا، لدرجة أن الشركة نفسها اضطرت إلى إزالة جزء منه حتى لا يؤثر سلبا ويؤدي إلى حرمان حسي سمعي. أما لوحة الطابلو الخاصة بالسيارات وتحديدا طراز فانتوم فهي لوحة فنية بكل معنى الكلمة، وحتى الطابلو قابل للتعديل حسب طلباتك الخاصة. هناك فنانون موجودون لأداء ما يريده العميل وتصميمه وفق ذوق كل شخص. فبإمكانك مثلا رؤية لوحة الطابلو مرصعة بالذهب أو مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد. أما ما يميز سيارات رولز رويس الحديثة هو سقف السيارة الحاوي على ألياف ضوئية تضيء المقصورة الداخلية وكأنها سماء مرصعة بالنجوم. يستغرق صنع وتصميم هذا السقف 16 ساعة، حيث يبدأ الفنيون بحفر ثقوب في السقف ثم يملؤون كل ثقب بشريط من الألياف الضوئية ويمرروها عبر الثقوب الأخرى. وبالتالي قد يحوي سقف السيارة ما يزيد عن 1000 ثقب مضيء، يجعلك تشعر وكأن السقف عبارة عن سماء مليئة بالنجوم. أما التجهيز الداخلي للسيارة كالفرش المنجد مثلا فهو محاك يدويا بالكامل، وبإمكانك أيضا تصميمه وفق ذوقك الخاص، وبالتالي لا يوجد معيار محدد لتنجيد المقصورة الداخلية، بل هو فريد وخاص بكل عميل. ولا تعتقد أن تنجيدا عادي بإمكانك الحصول عليه عند أي شركة أو ورشة محلية مثلا، بل أن الدرزات بحد ذاتها تعكس الضوء المسلط عليها بطرق مختلفة حسب الزاوية التي يسقط عليها الضوء. ولا تقبل الشركة بأن تكون الدرزات عادية، بل تحاول جعلها تبدو ثلاثية الأبعاد وأشبه بتصوير تجسيمي. على مر السنوات العشر الماضية حققت رولز رويس قفزة كبيرة في مبيعاتها. سنة 2019 ازدادت مبيعاتها بنحو 25%، أي ما يعادل 5150 مركبة، بينما انخفض عمر أصحاب ومالكي سيارات رولز رويس من أواخر الخمسينيات إلى منتصف الأربعينيات، ما يعني وجود أجيال جديدة تحبذ وقادرة في الآن ذاته على شراء سيارات الشركة. فالمغني الكندي دريك مثلا اشترى نسخة خاصة من طراز فانتوم وتعرف باسم موديل بوشوكان. كان ثمن سيارة فانتوم الأصلية نحو 700 ألف دولار، لكن دريك لم يكتفي بالموديل الأصلي، فبالإضافة إلى التعديلات التي طلبها هذا الممثل المغني الكندي عفوا، وصل ثمن سيارته إلى 1 مليون دولار أمريكي. سيارة رولز رويس ثمنها 13 مليون دولار. سيارة رولز رويس الخاصة بدريك لا تساوي شيئا مقارنة بأغلى سيارة رولز رويس في العالم والمعروفة باسم سويبتاي. استغرق تصميم هذه السيارة 4 سنوات من العمل، وهي ليست من الموديلات التي تطرحها رولز رويس عادة، بل هي سيارة وحيدة أنتجتها الشركة خصيصا لأحد الزبائن، وتعد أغلى سيارة جديدة في العالم، يبلغ ثمنها 13 مليون دولار. بينما تركز الماركات الفخمة الأخرى على مزيج من الرفاهية والسرعة وسهولة القيادة، تركز شركة رولز رويس على شيء واحد فقط، وهو الرفاهية والفخامة. فلن تجد هذه الرفاهية الخاصة بالشركة حتى في السيارات الأخرى الفارهة، وهذا ما يبقي اسم وسمعة رولز رويس بقوة في السوق.